ناخد وجهة نظر مستر أمين مرتضى. معنا على التليفون مستر أمين مرتضى علشان ناخد رأيه في هذه المباراة اللي الحقيقة يعني أداها نادي الزمالك خاصة الشوط الثاني بشكل محترم جدا. مستر أمير ازيك؟ كابتن طارق ازي حضرتك؟ وحشنا جدا، تحياتي وتحيات كابتن أحمد عبد الحليم وكابتن أيمن عبد العزيز. وطبعا بسلم على كابتن أحمد وعلى كابتن أيمن. أمير مستر أمير حبيبي أمير. أمير، يمكن الشوط الأول ما يعني قدمنا مباراة متوسطة، الشوط الثاني اختلف الحال من وجهة نظرك وأنت بقى بتتفرج على الماتش في الاستاد كده. أولا مبروك على الأداء وهارد لك النتيجة. طبعا كان نفسنا نكسب. صح. يعني عملنا مباراة كبيرة في ظروف صعبة جدا، إصابات وغيابات، و يعني زي ما حضرتك بتقول في لعيبة النهاردة بتلعب، يعني مثلا سيد نور أول مرة يلعب. صح. مباراة أهلي وزمالك قدام جمهور وأول مرة يلعب باك رايت. بالظبط، مع إنه مش مكانه. مش مكانه، وظروف صعبه جدا. الاثنين باك رايت بتوعنا حازم امام وحمزه المصريسي مصابين، الاثنين سيرد باكات اللي بيلعبوا الونش وعبد الغني مصابين وبيلعبوا واخدين حقن عشان يلعبوا. غيابات في نص الملعب طبعا، طارق حامد مؤثره، 50 يوم بقى له 50 يوم بيتعالج. صحيح. اصابات كتير، سيف الجزيري، محمود علاء موقوف وراجع من المنتخب مصاب، ابو جبل مصاب، فتوح مش موجود، سيف الجزيري راجع من اليابان 20 ساعه طيران، حصلت مشكله في الطيران وفي التاشيره بتاعته في الامارات عشان كان نازل ترانزيت، وصل ما لحقش يتمرن معانا وكان عنده اجهاد، مع انه كان طلب ان هو يعني يلعب، ولكن دكتور فريرا شاف ان هو يعني خلاص يريحه. شيكابالا لسه راجع من الاصابه. ظروف كثيره جدا، ظروف صعبة كثيره جدا، صعبه. فالراجل في الاخر بالنسبه له اكيد هو مش هو ده، يعني هو زي ما بيقولوا بيلصم، يعني هو بيلصم، بيحاول يلصم. بالظبط. غير طريقه اللعب. بالظبط. احنا ما بنلعبش بالطريقه دي اصلا، بس هو غير طريقه اللعب عشان يواكب الظروف اللي احنا فيها ويتحال عليها. في الاخر يعني الشوط الاول 1-0، جون غلطه في قلشه فدخلت. صح. بس في الاخر انا اللي يفرق معايا الشكل والروح اللي احنا كنا بنلعب بيها. في الاخر احنا كلنا عارفين الظروف، وكلنا قلنا في الاخر احنا هنلعب بالشعار اللي على التيشيرت، اي حد هيلبس التيشيرت دي هيموت نفسه 90 دقيقه لحد يطلع اخرك، وعندنا 5 تغييرات، اللي يتعب يبقى زميله يشيله. كان نفسنا طبعا التوفيق يبقى معانا. الكوره بتاعت اللي جت في العارضه بتاعت امام، امام عاشور، بتاعت يوسف، الكوره بتاعت يوسف اسامه، الكوره بتاعت امام في الشوط الاول ضربه جزاء، كذا ده رسمي كوره. قدرنا ان احنا نرجع تاني 1-1 وبعد كده 2-1 وهم اللي تعادلوا معانا. صحيح. في الاخر يعني انا فرحان بالروح وبالاصرار. بالظبط. ما اقدرش اقول لك فرحان بالنتيجه طبعا، والاداء احنا اتحطينا في الظروف دي الاداء، يعني حتى الراجل نفسه او الجهاز، احنا عارفين ان ده مش احسن اداء احنا واصلين له سواء الماتش ده او الماتشات اللي فاتت، لكن احنا في شغل كتير قوي كان المفروض يتعمل. احنا استلمنا من جهاز فني كان ما بيشتغلش بشكل صح، كان بيدي اجازات كبيره، كان شغله كله بدني، ما فيش شغل كوره، كان في عدد لعيبه معين هي اللي بتلعب، ناس ثانيه بره الخدمه خالص. فكل الظروف اللي انت فيها دي ان انت في وقت قليل في شهرين ان انت تحاول ان انت تلم الدنيا وتخلي شكل الفرقه شكل كويس في الغيابات، في وقف قيد، يعني مفيش تدعيمات. احنا النهارده بنلعب بجون واحد، يعني السيد عطيه موجود بره، هو يعني ولد صغير شاب. لا، وعندك عبد الغني بيلعب وهو مصاب زي ما قال فيريرا، واحنا حاسين ان هو فعلا مش في حالته الـ 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 الطبيه كامله. الونش برضه بقاله فتره بيلعب مصاب، يعني عندك مشاكل كتيره جدا قدرتوا تتغلبوا على هذه المشاكل، وشفنا الروح الشوط الثاني عدد، مع ان الناس كلها قالت ان خلاص الماتش انتهى، وحتى المعطيات قبل المباراه امير بيقولوا ايه، النادي الاهلي هيكسبكم كام النهارده؟ كل الحاجات دي احنا وريناها للعيبه، وكل الحاجات دي احنا اتكلمنا فيها مع اللعيبه، ان في الاخر في 11 راجل هينزلوا يقابلوا 11 راجل، ما ينفعش ان احنا حد يقلل مننا، وما ينفعش ان حد يستغل الظروف اللي عندنا، واللي عايز اسمه يكبر، اللي عايز اسمه يكبر او اللي عايز الجمهور يفتكره هو اللي هيظهر في الوقت اللي الزمالك محتاجه فيه.
اللعيب اللي كان بيهرب ولا اللي بيمسك رجله ولا اللي مش عايز يلعب ما كناش بنتحايل عليه ان هو يبقى موجود. اللي مش عايز يبقى معانا في الفتره الصعبه دي مش هيبقى معانا. يعني في لعيبه بتعمل كده يا امير، في لعيبه او لعيب يعني مثلا على عهد اقولك دلوقتي، في لعيب بيهرب من المباراه، اي مباراه مش شرط النهارده يعني، هل انت حاسس بالاحساس ده وصل لك يعني؟ اه اكيد يا كابتن، مفيش حد بيتعالج 50 يوم يعني، مفيش حد بيقعد يتعالج 50 يوم عشان خد انذار تاني يعني، مفيش. واحنا خلاص يعني فضلنا ساكتين لحد ماتش الاهلي علشان ندي ثقه للناس اللي موجوده، لكن في الاخر اللي مش هيبقى معانا دلوقتي مش هيبقى معانا بعد كده، والناس مش هتفتكره. صح، يعني يمكن بقول الكلام ده علشان احنا ما كناش هنتكلم في الموضوع ده خالص، ولو كان هيحصل تحقيق او عقوبه كانت هتحصل حاجه داخليه، لكن بما ان لعيب ينشر على الانستجرام قبل ماتش مهم، ينشر عنده على حسابه صورة تصريح ولا صورة إذن سفر أو صورة مش عارف إيه عشان طب على الأقل يعني ركز مع فرقتك أو سيبهم يركزوا أو سيبهم او ساند 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 الفرقة أو ساند أو اسكت أو أو لو بالظبط. يعني أو لو أنت خلاص بقى عندك حاجة مزمنة خلاص يعني ربنا يوفقك وكده، أو لو يعني إحنا مش فاهمين يعني إيه الهدف. واحد خد إنذار ثالث وهيغيب عن الإيقاف، فقال يا جماعه ادوني اسبوع بعد اذنكم اتعالج او اتاهل او عندي شويه شغل بالكوره المفروض اعمله. الناس عشان حسن النيه مجلس الاداره مصطفى مصطفى وافق، واقنعنا المدير الفني من انه ما كانش موافق، وفي الاخر الراجل خد تصريح ان هو يسافر اسبوع 10 ايام بالكثير. احنا بنتكلم في 50 يوم دلوقتي. ده فيش تواصل معاه يعني امير؟ ما حصلش تواصل معاه؟ حصل مني وحصل من دكتور محمد اسامه، عايزين نعرف انت ايه اللي بيحصل يعني. لا لسه بدري، لا لسه شويه، لا لسه مش راجع، مش هو ده الاتفاق. لا الاتفاق ان انا اروح ولما بتعالج ابقى ارجع. يا حبيبي انت كنت موقوف انذار ثالث، انت مش خارج مصاب، صح، خاصه ان الفريق لعب 8 ماتشات متتاليه 90 دقيقه وما لعبش المباراه الاخيره عشان توقفها اللي هي مباراه الجيش، وتوقف في مباراه انبي خد انذار ثالث، فيعني انت كمان حتى مش خارج مصاب. فيعني مش عايز اقف في الحته دي كتير عشان اتكلمت فيها في اكتر من قناه دلوقتي، انا اتكلمت يعني الكلام مش عايز يبقى كلام مكرر ولا يبان ان انا بهاجم لعيب، لكن في الاخر هي دي الظروف اللي الناس لازم يعني انت بتوضح الظروف للناس، وبتوضح برضو الظروف الصعبة اللي انتوا واجهتوها قبل لا هذا عشان اللقاء. الرجاله اللي تعبت